هلا انا اثناء ما فقدت بصري كان بالنسبه لي يعني ما بعرف من وين بدي ابدا حياتي او طريقي، فما كان عندي شيء اني اصلا امل فيه كل فراغي غير اني امارس تمارين رياضيه، وكنت ابني جسمي بطريقه كثير قويه وما بعرف ليش ما كنت حاط ببالي ممكن اكون بطل. فلما تعرفت على اول نادي للمكوفيين وهناك قدرت اني ابدا اطور رياضتي اني اكون رياضي ومحترف وامارس الرياضه من خلال اللعب لنادي ولمنتخب وغيره. الرياضة بالنسبة لي للأمانة أنا كتير بكون يعني عندي غضب كبير بقدر أفرغه من خلال الرياضة. قبل شهرين تقريبا فقدت والدي الله يرحمه، وبعد بأسبوع قدرت إني أشارك ببيروت ماراثون وأعمل مركز أول وعملته عن روحه. كل واحد فينا لازم يدور ليش اجى على ما اجينا على بعض. فانا بديت ادور وتاخرت شوي وبعدين مشيت ولقيت فعلا ليش انا جيت لهذه الدنيا، والحمد لله اليوم انا قدرت اني اعمل اكون مثل قصه نجاح وخلي الناس تتعلم مني.